2001 تجربتين في منتهى الإثارة. 2001 لما رحنا خدنا لعبنا كاس العالم وخدنا ثالث شباب كاس عالم للشباب، خرجوا بيخبطوا الحلل نتيجه افلاس البنوك فلست والعمله وقع. بعدها بست سنين شوف الارجنتين دلوقتي بقت فين. البرازيل الدوله توقفت عن سداد ديونها. ايوه سنه 2010 تم اختيار لولا رئيس البرازيل اللي سابها هو كان من اهم 9 دول مصدره في العالم، واختاروه رجل العالم ها لولا رئيس البرازيل السابق اللي سابها، خد مدتين ومشي. النجاح مش معناه انك تقع، انجاز عظيم. لو فشلت بالقطع تمشي، لو نجحت بالقطع هتمشي، لانك انت ممكن تفشل تفسد كل النجاح التاني. عندنا 3 مشروعات بس اريد ان نفس التجربه عملها مهاتير محمد في ماليزيا برضو. مهاتير محمد بقول لك تجارب يعني امه لا اله الا الله والامه البوذيه مش بس بتاعت لا اله الا الله بيتقدموا كده. تركيا واللي حصل فيها والتقدم اللي حصل فيه، زي ما بقول لك ايرلندا وفنلندا وبولندا، دول الارجنتين والبرازيل، ده في كولومبيا كان فيها عصابات مخدرات. الاستاذ ابراهيم بيدوس على السنوات. ما تقولوليش بقى مش على السنين. السنوات المعدوده بيد الواحده تنهض في 5 سنين ازاي؟ واحنا عندنا كل الادوات اللي تخلينا نعمل كده. احنا عندنا بقى الاهم دلوقتي عندنا الحريه. وعندنا الروح. بص الامريكا اللاتينيه كلها كانت دول ديكتاتوريه عسكريه فاشيه، وحكام بيقتلوا شعوبهم ومش عارف ايه. في مفيش بلد واحده غير كوبا دلوقتي الدوله تقدر تقول عليها ديكتاتوريه. الامريكا اللاتينيه كلها نضفت. افريقيا حتى افريقيا كينيا تقاسم سلطه بين المعارض وبين حتى الساحل العاج مؤخرا كله لغايه حدود السودان كده بقت المنطقه دي كلها ديمقراطيه. اسيا كلها النمور الاسيويه وسنغافوره واندونيسيا جمهوريات الاتحاد السوفيتي فيما عدا روسيا البيضاء كله ديمقراطيه. فخلاص لم يعد هناك اي باب للرجوع الى الدكتاتوريه مره اخرى. نتقدم ازاي؟ ب3 اسماء: مشروع محمد البرادعي السياسي، مشروع احمد زويل العلمي، مشروع فاروق الباز التنموي. مشروع محمد البرادعي السياسي هو القائم على دوله الحريه والعداله، ومقدم كاتب 7 مطالب موقع عليها 1,000,000 مصري بتقول ايه اللي يخلي مصر، ايه الخطوات اللي تخلي مصر بلدا متقدما ديمقراطيا تسود الحريه والعداله، لانه حريه بلا عداله ما تساويش، ما تنفعش، وعداله بدون حريه يبقى ظلم. الحريه هي العداله. هي العداله نفسها. احنا بنتكلم على هذا المشروع السياسي محمد البرادعي، ولابد ان نتذكر ان احدى الجهات الداعيه لما جرى وانتهى الى ثوره 25 يناير هم من حمله البرادعي، ولا بد ان نذكر انه من فبراير الماضي جاء البرادعي فتغير. احنا الولاد دول من زرع شيطان يا استاذ محمود. لا طبيعي، لا طبيعي. الولاد دول اتبنوا في حركة كفاية في شواهد. طبعا اضراب 6 ابريل 2008 طبعا. محمد البرادعي كل دي كانت انذارات واشياء كل ده كانت تغذي الولاد، تقاوي تخصيب الارض، السماد اللي بترمي على الارض عشان ينمو ويزرع. ثم مشروع احمد زويل العلمي. مشروع احمد زويل اصل بالورقه والقلم، ده مش كلام شفوي، ده كلام متخطط ومكتوب. وكتابه العظيم اللي انا بحب جدا ان احنا نعود اليه، واللي انا بدعو الى انه يتدرس في المدارس. يعني سنه 2011 من الدراسه بتاعت 2011-2012 ادعو ان كتاب عصر العلم للدكتور احمد زويل يبقى ماده مقرره على الطلبه. كيف تنهض الامم علميه؟ ازاي نعمل مشروع علمي؟ ودي مساله بالورقه والقلم، وبعد 5 سنين بتاخد النتيجه على طول، يجي الزرع على طول يطلع حصاده. ثم مشروع دكتور فاروق الباز التنموي. انت عارف يا استاذ محمود دكتور فاروق الباز قدم سنه 1984 مشروع تنموي لمصر للحكومه. خط تاني 84 اللي هو خط المياه من اسكندريه لغايه انت نازل عند حدود السودان بتفريعات موازي النيل طبعا، صوروا بالقمار الصناعيه مش قدم المشروع ده. هو كاتب حتى في بدايه المشروع ان قدمه عشان حفيدته سالته السؤال ده: ليه يا جدو مصر مش عظيمه زي ما كانت، زي ما بنقرا في كتب التاريخ؟ فجرح العالم الشرقاوي الجميل ده، فقام كاتب واشتغل ودرس، وقعدوا من سنه 84 الحكومه لم ترد عليه من 84 ل 2011. بينما معلوماتي المؤكده ان في اكثر من 80 باحث في وزاره التنميه الاقتصاديه درسوا المشروع خلال ال 26 سنه دول،
واقروا مشروع تنموي. طبعا كان يكلف ايامها مليار، دلوقتي مش عارف يكلف كام مليار، يعني هيخش في 50 مليار بقى، لكن يعمل تنميه حقيقيه لمصر. طب يرد على طول في البلد، يكلموه في تليفون، ده يوازي بلد تانية. ده بلد تانية، بلد تانية ومجتمع تاني. لانه المشكله ايه؟ المفتاح لمشاكلنا كلها يقول لك ايه؟ الزياده السكانيه، الزياده السكانيه. طول ما بتتعامل مع المصريين على انهم عبء، طول ما بتعرفش تستفيد منهم. لما بتتعامل مع المصريين زي ما بتتعامل في اي شركه اسمها الموارد البشريه، المصريين دول يا استاذ الموارد البشريه اللي تقدر تشتغل بالموارد البشريه دي. ومش هقول لك بقى الصين فيها كم مليار، يعني هم ثروه، يعني هم ثروه، مش ممكن تحولهم لثروه، ممكن تحولهم لعب. فاحنا عندنا هذه المشاريع الثلاث، المثلث ده، مثلث مشروع البراد السياسي، زويل، مشروع زويل العلمي، مشروع فاروق الباز التنموي، نتقدم وبسرعه. انما انا متاكد انه مش يوم وليله. لاحظ ان 40% من المصريين تحت خط الفقر، المشكلة. في دراسات اخرى 34 ما بيقروش يكتبوا، 30% لا ده في اكثر من كده، في 31% من الاسر المصريه تعيلها امراه. المراه المعيله في مصر تلت الاسر المصريه بتعيلها امراه لوحدها. حط بقى عندها المراه اللي بتشارك زوجها، فاحنا بنتكلم في 75-80% من المصريين دور المراه. عشان كده يقول لك المراه تقعد في البيت، ده بيهرج، ده بيهجص، مش فاهم. يعني مش فاهم دي مسألة صحيح تقوم ضربة نقاب، إنما هتنزل برضو الشغل. يعني دي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين. أنت عندك 29% من المصريين عندهم، الأطفال المصريين عندهم مرض القزمية، خسر القامة. عندك 29% من المصريين عندهم أنيميا. عندك 22% من المصريين عندهم فشل كلوي وحاملين فيروس سي. فأنت بتستلم مصر المعتلة سعادتك، مش مصر المحتلة. فده برضو مش هيقوم بين يوم وليلة. لا طبيعي. وده اللي بيقوله الأستاذ إبراهيم عيسى مهم جدا، يعني علينا ان ننتبه ليه في غايه الاهميه حقيقي. انه الاشياء لا تحدث، صحيح ممكن تحدث في سنوات، لكن مش بين يوم وليله، مش ممكن. بس ده مش معناه برضو اللي هي ثمرات النمو بتاع الدكتور احمد نظيف اللي كانت بتقع في الجنينه بتاعته بس دي. لا يعني دي ثمرات النمو بتاعته دي كانت بتقع في الجنينه بتاعته، انما مش في اي حته تانية. طب اسمع بقى، معناها انه بالعداله بقى، يعني في عداله. انا هسالك بقى استاذ ابراهيم، كيف يعني يتم انجاز ذلك؟ بخطوات مقبوله، ما مش عايز اقول سريعه، لان في سريعه ما تنفعش وبطيئه ما تنفعش، بخطوات مقبوله كيف يتم انجاز ذلك؟ في حد كلمني وقال لي انا بقترح ان نجيب علماء مصر اللي هم زي الدكتور فاروق الباز وزي الدكتور زويل وزي الدكتور البلدعي وغيرهم، ونحبسهم في حته في اوتيل 10-15 يوم، يخرجوا لنا صوره للبلد الجديده. هل ده كلام يسرع؟ هي موجوده، ما هو ده اجراء كان ممكن نعمله لو مش موجود فعلا. كيف نحبسهم بس دي؟ يعني نعزمهم في اوتيل يعني الاعتكاف؟ لا نعزمهم في اوتيل 10 ايام يقعدوا مع بعض ويخرجوا ورقه، مصر في العلم تعمل كذا، في الزراعه تعمل كذا، موجود. في الصناعه تعمل كذا. طب ما هو ده موجود. طب كيف يعني المشروعات دي موجوده، وبعضها للاسف مرمي في الادراج، وبعضها زي ما بقول لحضرتك موجوده. هي بنتكلم على مشروع احمد زويل العلمي ده موجود. طيب يعني هل تعتقد يطلع البرنتر؟ طب هل تعتقد ان ده موقوف على الرئيس القادم ام موقوف على الشعب المصري؟ انا مش عارف هم عملوا ليه كده المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ليه بداوا بالتشريعيه مش بالرئاسيه؟ المفروض كده، عشان التشريعيه هو بيحلف قدام اليمين. يعني رئيس الجمهوريه بيحلف اليمين قدام التشريعيه. دعني اسجل تخوفي مع المتخوفين. لا 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 لا، مفيش تخوف، لان التشريع، لان رئيس الجمهوريه هيحلف اليمين لمين؟ لا لازم يحلفوا لمجلس الشعب. فده طبيعي ان التشريع الاول وبعدين رئيس الجمهوريه. فدلوقتي ده متوقف على رئيس الجمهوريه القادم، ام نستطيع ان نبدا من الان؟ لا نستطيع ان نبدا من الان بطبيعه الحال، لكن احنا لابد ان نبدا الان. الحريه اللي تعمل ده ليه؟ لانه السائد في مصر في الفتره اللي فاتت انه مش الكفاءه اللي بتاخد حقها، ده ذوي القربة او ذوي الصله او ذوي الثقه او ذوي النصبايه او ذوي، فمش هينفع الكفاءه غير بالديمقراطيه. ولازم نفرق بوضوح بين الحق السياسي، ها، ان الناس يا جماعه الحق السياسي هو باب كل الحقوق. يعني انك انت تعرف ترشح نفسك او تعرف تنتخب اللي انت عايزه ويجي يحكم، هو ده باب كل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه التاليه، وقدرتك على محاسبته ومساءلته دي 100% ده الطريق الى الصواب والطريق الى الحل القويم. يلي ده ان احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ احنا عندنا انتخابات تشريعيه اللي مطروح. طبعا انا رايي ان النظام السابق سقط يعني بسلطاته ببابا غنوج وكل يعني لا اعتقد ان ما زال هناك بواقي تقلق شويه. نتكلم على تحديدا احزاب، حزب الوطني اعتقد انه اكرامه دفنه.
لا هو وفي يداته يا سيدي تطلع احزاب. وانت ما حضرتش الدفنه يعني. ومعاه بقى ياخد معاه بقى الحزب الوافد وحزب التجمع وحزب الناصري بقى بقياداته القديمه برضو النصريين واليساريين. مقبره جماعيه بالظبط كده. ما هو مقبره جماعيه نحط فيها حزب الوطني بالظبط وحزب الوافد وحزب الناصري وحزب التجمع وحزب التجمع وحزب الكرامه. لا 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 كرامه لا حاملين صباح كرامه وحزب الجبهه الديمقراطي دول الحقيقيين اللي في الشارع. اتكلم على دول اللي هم لاخر لحظه كانوا شغالين ياور للنظام. ها طيب. دول زي ما احنا عندنا كده عايزين نعمل مقابر للشهداء هنعمل برضو مقابر لي يعني موجوده جمعيات يعني مدافن تدفع شيل يناير. الجمعيات اللي عندها مقابر صدقه كتير قوي. وده مش معناه انه القيادات الوفديه او مش معناه ان قيادات التجمع يعملوا احزاب تانية يعني. والشاطر يورينا لو عنده جماهير لو عنده قدرات. فانت داخل انتخابات تشريعيه حقيقه الامر مش منظم فيها احزاب حقيقيه مرتبطه بالشارع غير اثنين وفي ثالث طلع يوم السبت غالبا. يعني الـ الاخوان المسلمين حزب الجبهه الديمقراطي بقياده الدكتور اسامه الغزالي حرب واظن يوم السبت في حكم قضائي هيصدر اظن لصالح حزب الوسط. ومن ثم احنا داخلين الانتخابات التشريعيه بالثلاثه دول الى جانبهم المستقلين بقى بتاع الصوت ابو 100 جنيه ده. يعني دي الكارثه. الوجوه الكالحه اللي هي متصوره بالمال الانتخابي نفسه. دي بقى نغذي روح الناس بقى. هنغذي روح الناس ووعي الناس وهنقول للموظف اللي بيروح يسود هنسود عيشتك. يعني ونقول له انه ده تزوير وجريمه. اعتقد ده ما عادش يحصل ان هيبقى فيه اشراف قضائي. يعني انما اللي هيحصل اللي انا خايف منه اللي انت بتقوله ده يا استاذ ابراهيم وهو سطوه المال في الانتخابات التشريعيه وبتلعب دور كبير يمكن اكتر خارج حدود المدن الكبيره. فنعمل ايه بقى؟ لازم نفصل بين سياسات وقواعد ملزمين بيها كلنا بصرف النظر عن حزب الاغلبيه هيكون مين او حتى الحكومه مين. من مشروع يعني السد العالي ده لما اتعمل مش معقول مثلا السادات جه كامل السد العالي مفيش حد هيجي وموقف السد العالي. احنا عندنا مشاريع من النوع ده لازم نعملها. اللي اقصد مشاريع التعليم، مشاريع الصحه، مشاريع بمعنى ايه؟ يعني يا استاذ محمود وزارة الداخلية المصرية كانت ميزانيتها سنة 81 300 مليون جنيه. ميزانيتها سنة 2009 9 مليار ونص مليون جنيه. 9 مليار جنيه. شوف اللي أكثر من وزارة الصحة أو مقاربة لها وزارة التعليم. وزارة التعليم 80% من الموارد بتاعتها للمرتبات. والمدرسين اللي طلعوا عايزين كادر خاص خدتوا كادر خاص حياتكم ارتحت؟ لا. مش هينفع كده. مش ب 30 جنيه القصه. مش قصه 30 جنيه او 50 جنيه او الحوافز او 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 او. انا عايز اقول لك انه بلاش اقول انها اختي، هقول جارتي طبيبه في وزاره الصحه من 24 سنه مرتبها بالحوافز بالسلطات بالبابا غنوج بكله ده 860 جنيه. ابنها اللي في الثانويه العامه لوحده بياخد دروس والسنه دي بياخد درس واحد للماده مش درسين زي كل سنه الماده 600 وكذا جنيه. فما تقوليش مهما زاد المرتب بقى 1600 يا سيدي مش هيعمل حاجه. اذا يبقى الموضوع اكثر عمقا وجذرا من كده. يبقى لازم البلد دي كلها ما هو لازم ننظف المكان اللي حوالينا عشان نعرف نقعد. ما تفتكرش ايها المواطن المصري ان احنا لو نظفنا شويه الزباله اللي تحت رجليك البلد نطفت. لا طبعا طبعا طبعا. وبرده انا منزعج جدا. بص المشهد رائع ولازم نحييه ونسقف له ونقول شوف مصر الحضاره الجميله العظيمه. الشباب اللي بينظف ميدان التحرير واللي قاعد ينظف الشوارع بس دي مش شغلته. دي شغله جميع القمامه. يا جماعه كل واحد يعمل شغله مش شغلي انا كم